ايوه افهم. طب هو قابض عليه ليه؟ ايه؟ طيب لما يخلص خليه يكلمني. معلش يا عاتب بيه، قضية قتل برضه والله هتخلص وكلنا علينا ضغوط. ايوه سعادتك، بس هي مش قضية قتل، ده انتحار. سعادتك متابع اكيد وعارف. متابع والله، بس هو مصر انها قتل. كل حاجة هتخلص على الله. على الله. ايوه. ايه يا نهار اسود، انا جاي لكم بنفسي. ايه في ايه يا باشا خير؟ مش بقول لك قضيه مش سهله، صعبه جدا جدا. يا باشا انت كده قلقتني اكتر. لا لا ما تقلقش، عادل الليله هيبات في بيتهم، انا هروح اخرجه بنفسي. انا جاي مع سعادتك. مساء الخير. مساء النور. هو الدكتور موجود؟ هو عنده حاله واحده بس وحضرتك اللي وراه. طمنيني بقى انت عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله بس تعبانه شويه. طب خلي بالك بقى انت في التاني، وبعدين ما تعمليش مجهود كبير عشان البيبي ما ينزلش. ما انا عارفه، ربنا يستر. تقومي بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. لا لا يا سيادة اللواء، لا انا لا يمكن اسكت على الحكايه دي ابدا. ايه خلاص رجعنا تاني لايام زمان، ايام ما كنتوا بتاخدوا المواطنين تعذبوهم في الاسام وهم ما يقدروش ينطقوا؟ امال الشعب المصري قام بثوره ليه من اساسه؟ اهدى اهدى يا عاتب بيه، هنحل كل حاجه من غير شوشره. شوشره؟ شوشره ايه يا سياده اللواء؟ انتوا لسه شفتوا شوشره؟ شوشره تبتدي من بكره يا حسام بيه. بكره من نجمه هلف على كل القنوات الفضائيه احكي حكايه عادل عشان نشوف فين حقوق الانسان. اللي حصل للراجل ده انتهاك صريح لحقوق الانسان. احنا هنعالجه في مستشفيات الشرطه وعلى نفقه الدوله، المهم صحه عادل. وبعدين يا حسام بيه، ما ينفعش تعامل المتهمين بالشكل ده حتى لو كانوا قتالين قتله. وبعدين انت عندك دليل ضده؟ خلاص هنقفل المحضر انه انتحار، وانت خلاص واضح ان ايامك في الداخليه خلاص انتهت. اتفضل على بيتك وهنبلغك بميعاد التحقيق.